السلام عليكم، اهلا بيكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه كره دوكر، مشاهدينا ومتابعينا من جميع انحاء العالم. النهارده معانا خبر عن الاسماعيلي. مدرب الاسماعيلي يتحدث عن مكاسب المعسكر وتمديد عقود النجوم وخطوه ميسي. كشف الارجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الكره الاول الاسماعيلي اول استفاده من معسكر فريق ومكاسب فتره التوقف واستمرار العناصر المميزه بالفريق ورايه في مستوى نجم ميسي مع باريس سان جيرمان. وقال براون سعيد بالمعسكر الذي منح اللاعبين فرصه اكبر للانسجام، احرص على تقديم كل يوم شيء جديد في المران، واللاعبين يقدمون اقصى ما لديهم في التدريبات ويتحملون المهام البدنيه الشاقه، ولدينا العديد من المكاسب الفنيه والبدنيه. اعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، واتمنى دايما ان انتم تتابعونا باستمرار عشان يوصل لكم منا كل جديد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد عن اخبار الكوره العالميه والمحليه. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين.